يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية لخصت جميع دعوات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنه ما من نبي أو رسول أرسله الله إلى قومه إلا لإفراد الله بالعبادة، لقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله، أيضا فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومعنى واعبدوا الله أي وحدوا الله. والتوحيد الذي جاهدت فيه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين هو التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولكن أكثر ما ركزوا على توحيد العبادة الذي يسمى بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، وهو الذي وقع فيه النزاع والمشاكل والابتلاءات والقتل للأنبياء والذبح لبعض الأنبياء في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، الدعاء لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة لا يستغاث إلا بالله عز وجل، فلا يجوز أن يدعى أحد مع الله سبحانه وتعالى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الأولياء، وإنما الدعاء والاستغاثة عبادتان لا تصرفان إلا لله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب، الذي يطلب غير الله ضعيف. فالصوفية الذين يطلبون ويدعون غير الله من الأموات من الطواغيت والأنداد، هؤلاء ضعفاء، لأن الله قال: ضعف الطالب، الذي يطلب غير الله. والمطلوب أيضا هؤلاء الطواغيت المدفونون تحت الأرض، المبني عليهم القباب والأضرحة والقبور المشيدة، هؤلاء أيضا قال الله عنهم ضعفاء. لماذا؟ لأنهم لن يخلقوا ذبابا. وذبابا، الذباب هي الواحدة. كلمة ذباب في اللغة العربية وتجمع على ذب وذبان، فقال الله عز وجل: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله حتى لو كانوا أولياء لن يخلقوا ذبابا، أي واحدة، ولو اجتمعوا له،
جميع الأولياء والصالحون وهؤلاء الشيوخ إن كانوا صالحين لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب الذي يطلب غير الله والمطلوب من دون الله تبارك وتعالى. وهذا أوضح بيان من الله سبحانه وتعالى، ولكن كثيرا من الناس لا يتدبرون القرآن كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا من أنواع توحيد العبادة الذبح، فلا يجوز أن يذبح إلا لله، لأن الذبح عبادة، كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة كذلك الذبح عبادة. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر أي لربك أيضا. فجمع الله بين هذه العبادات من الصلاة وغيرها وبين الذبح، دل ذلك على أن الذبح عبادة، ودل ذلك على أن الذبح عبادة من أعظم العبادات، لأن الله قرنها بالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. فكيف تصرف لغير الله؟ فمن ذبح لغير الله بناء على هذا كله كافر كفرا أكبر، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. رضي من رضي وأبى من أبى. الغريب نصلينا هسه في جامع بجاي بتاع أنصار سنة، نحن جينا نتكلم عن التوحيد وعن الشرك اللي بيصلوا الصوفية ومن شاكلهم. إمام الجامع قام يرد علينا قال: الطعن في الناس يا تنازل، الناس اللي بيمشوا الكباب وبيسفوا التراب، والمرأة اللي بتدردك بالقبة وبتجدح هدوم الداخلية جوا في الضريح لأنها ما قاعد تلد، زي ما غشوا الحيران المجارمة دي الناس. ربنا قال: أولئك كالأنعام أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل. يجي واحد جاهل حافظ له حديث ماسكه من سنة 70 يقول وما فهم وفهم بالقلبة، يقول: هؤلاء يتكلمون في الناس، نتكلم فيك انت ذاتك، وانت كلامك ده فينا ألا يعتبر كلاما في الناس؟ ولا نحن ما ناس، نحن فيران. شوف أي زول ينكر دعوة الرسل دي ويقول لك ديل بيطعنوا في الناس. طيب الكلمة اللي قلتها دي، ديل بيطعنوا في الناس، الكلمة اللي مرقت من بلعومك دي أليست طعنا في الناس يا وليد؟ اللي ناس وما ناس، لكن هذا تقارب، مشروع التقارب الإخواني الشيطاني بين هؤلاء صار سنة وبين الصوفية عباد القبور، ده مشروع. ولا ما شفتهم لما مشوا الكباشي لقاك ولا ما لقاك؟ أكلوا الرز في الكباشي، الرز ثقيل جدا مردوم، ضربوه مع الصوفية والكباشي اللي بيقولوا أولاده الكباشي إن قال لشي كن فيكون، ده المشروع الله معاه الرز بالجداد، جداد مقطع في راسك وريش في اضنينك. ده اجي يا اخي بدل ما تتكلم في الصوفيه معانا تجي تقول هؤلاء يطعنون في الناس، نحن الليله اصلا ما كنا نتكلم فيكم.
عديل جينا متفقين انه ما نهبجهم، لكن النازل براهم بعكروا مزاجنا يا اخي، الله يعكر مزاجهم يا اخي. نحن من الصباح هنا قاعدين نتكلم بالصوفيه، وهسه كانت معركه مدوره في منطقه من مناطق الجزيره، او ذا اخواننا بيدمهم معركه، ما ضربنا زول، قاعدين نعقد لواحد من عقد، لا في كلام لا في احد، عقد بس عقد وسلابيه وكعك. الصوفيه هجموا علينا بالصيخ والحجار والقزاز، عوقوا اخواننا. تجي انت يا محتال تقعد تقول اولوي تكلموا بنا في الناس، انت مالك ومالنا يا اخي؟ هسه نقبل عليك تقعد تكورك وتعيط وما خلونا وما كلمناك نحن، انت صوم خشمك اترزع اقعد اكل الرز في الكباشي ولا اكل الرز بالصايم ديما، ما تشتغل بينا يا خليك الاسكت. دار تمشي تعمل تقارب مع الصوفيه طير بلاقيكم القيامه، لكن ما تعطل دعاه التوحيد وقايم يتمحرك حديث رواه الامام احمد وما عارف شنو مما يتوسوس كده. انا عرفته دار يجيب لك كفوه رجيته، سمعت كلامه بيض، انا ما بقول حكى لي حتى نجيت هنا هسه جامع البجاي انا هذا المعلوم. وقبل كده جينا البلد دي ذاتها، الحجيبه دي ذاتها عندهم جامع بجاي، صحيح ولا ما صحيح؟ جيت اتكلمت اليوم الاول بعد الجمعه، ناس الجامع كت ما انصر سنه، ناس الغريه دي الطيبين، قال لي لازم تجي تصلي الجمعه الجايه. قلت لهم والله يا اخي انا ما بقدر اصلي، لقيت الامام بتاعهم واقف ما في توحيد، كله كلام فوق فوق زي الطياره طاير بفوق بس، ما في اي كلام في اللحم الحي. قلنا يا اخي مشيوا وما نزعلوا، قلت لهم الامام ده يصلي بهم، لكن انا بعقب. جيت الجمعه الجايه عاملين اجتماع ثلاثه يوم تقول ده يفتحوا فلسطين، ثلاثه يوم عشان انا ما اجي اتكلم. جيت مسكني ابو دقن، لاحظ مش صوفي، ابو دقن مسكني كده جهجرني تعيد، قال لي ما اجي اتكلم. لما نهرته ولاوز قال لي في ناس في الجامع ده متربصين بيك، وناس الجامع ده جابوني، وناس القريه دي الطيبين هم جابوني وكرموني يكون متربصين بيك كيف؟ وحنسوني بالتحانيس، ناس الناس محتالين، رضي من رضي وابى من ابى، ديل محتالين والله الذي لا اله غيره، وانا ما داير منك جنيه عرفته؟ ولا فاضي لك ذات عشان تقول لي ما تتكلم في ده وتكلم في ده وما تتكلم في ده. النازل الان واقفين مع دعاة الشرك، مع عباد القبور، مع دعاة الكفر، ديل البندقون ديل ضيعوا الدعوة بعد ما كانوا زمان دعاة التوحيد. صحيح صحيح الليلة باعوا الدعوة عشان واحد يركب له بوكس تم موديل 78 يبيع دين الله كله ويبيع المصحف كله، ديل الجماعة ديل. ونحن بنشد عليهم كده لأنه دي من السنة. عبد الله بن عباس لما عرف الناس عرفوا الدليل وقالوا قال أبو بكر وعمر، ويقول لهم قال رسول الله، قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال كان من سنة الصحابة والسلف الصالح أنهم كانوا يشدون على من عرف الدليل وعرف السنة وخالفها بعد ذلك. ديل عارفين ولا ما عارفين؟ ديل كان بيجاهدوا في التوحيد ويجاهدوا ضد الصوفية وناظروهم عشرات المرات، والصوفية فلقوهم مئات المرات ولا ما حصل. الليلة باعوا التوحيد، توحيد باعوا تب باعوا تب بثمن بخس دراهم معدودة. تترد علينا؟ انت ما ترد على المرعي لو فيك فايدة أصلا. حصل رد على المرعي، أسألكم بالله الداه الكورك ده عمك الكبير ده، حصل يوم أقام محاضرة بعنوان شركيات المرعي لقاكم في البلد دي، ما يرضى يا أخي، مش ما يتكلم، ما يرضى ويرد على دعاة التوحيد. يا ناس توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله وما تدافع عن الباطل، والله الذي لا إله غيره ربنا يسلطنا عليك نكرهك البلد ذاته. أوعك أوعك إنه نتكلم عن حق الله على العبيد، ده عنوان المحاضرة، تقوم ترد عليهم وتكذب. هؤلاء ما تركوا أحدا من العلماء، وينهم العلماء؟ وينهم العلماء؟ أنا درفهم شيوخك ديل دكتور دكتور دكتور، وريني عالم فوزان بن باز قال ديل علماء ديني، هسه بمشي بدرس عندهم. ديل أخوان مسلمين، علم من جهل، علم من علم وجهل من جهل. ثالثا من أصناف العبادة التوكل، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون،
وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل يكون على الله. أي إنسان يتوكل على غير الله عز وجل فقد كفر. ومن أفظع صور التوكل على غير الله ارتداء التمائم والحجبات، وهذا يناقض حق الله عز وجل. إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر يناقض حقه سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب كالدواء للمريض فهو شرك بالله أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، من قتل النفس، من شرب الخمر، من اللواط، من الزنا. هذا من علق تميمة لمثله حجاب ولو ما اعتقد أن الحجاب بينفع بضر، ده ارتكب جريمة أعظم من الزاني والذي يعمل عمل قوم لوط، وأكبر من شارب الخمر، وأكبر من هؤلاء جميعا. وما بالك لو اعتقد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحجبات اللي بيعلقوها الناس في يدينهم وبيعلقوها في البيوت وبيعلقوها في العربات وفي الدكاكين ومحلات التجارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. أي زول يلبس حجاب، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا حكم عليه قال ده مشرك. مشرك، والشرك ده قدر كيف ذنبه وجريمته. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. شرك، لا ذنب أعظم من الشرك يا شباب ويا أعمام ويا آباء. تقابل ربنا بأي ذنب، أي ذنب دون الشرك فأنت تحت مشيئة الله. إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك ثم إلى الجنة إلا الشرك. فإن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قدر الواطة ذنوب حقتك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله للعبد حينما يرى العبد النار والعذاب، يقول له: لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال: نعم يا رب. قال: لقد أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أبيت إلا الشرك، دي دعوتنا اللي بندعو لها الناس، لكن النازل هم اللي بيضيعوا الدعوة. تقدر ترد على صوفي يقول غير الله بيخلق، يقول غير الله بينزل المطر، يقول الله عنده شركاء، تجي ترد تلقى ذا ابو دقن واقف بينك وبينهم. طير يا اخي طير، ما تقف بينه وبين النازل، عشان ما تضطرانا انه نكشفك، ما تضطرانا انه نكشفك بوثائق ونكشف دعوتك الباطله الحزبيه المريضه البدعيه بوثائق. يا اخي اكثر وثيقه من انك خطيت يدك في يد الصوفيه تاني داير وثائق بس كده، كده فهموني انتم، اكثر من تخطي يدينك في يد الصوفيه
اللي بيقولوا غير الله بيخلق ديل، واللي بيقولوا غير الله بيقول للشيء كن فيكون. تاني انت ما داير لك رد، لكن في ناس عندها مصالح، مصالح. واحد عشان يجيب في الشهر 1,700,000 يكذب على الله والله العظيم. ومنو اللي انا قاعد يتكلم في العلماء؟ سؤال، منو اللي بيشتم شيخ ربيع؟ ما الحزبين ديل ذاته؟ منو اللي بيشتم الامام مقبل؟ ما هم ديل ذاته؟ خلي العلماء يا اخي، منو شتم الصحابه؟ ده منو ده؟ ده منو؟ والقال ما بتوب لما رد عليه الفوزان مرتين. المره الاولى قال اما هذا الرجل اما جاهل واما متسرب من الشيعه، والمره الثانيه الفوزان قال هذا ضال مضل. انتهى الموضوع. ورد عليه العلامه محمد بن هادي، ورد عليه عبيد الجابري، والعلامه العباد الكبير معدز المدينه، وغيرهم ردوا على الباطل ده يا اخي، ونبذهم كلهم. نبذهم ولا ما نبذهم؟ نبذهم مدخلي ولا مخرجي. وقال الفوزان عنده بكفر بدون عذر بل جهل، وكذب على العلماء. لكن ده ما غريب ليه زول يسب الصحابه بالليل وبالنهار، ويجي يقول لنا انتوا بتسبوا العلماء يا كذابين يا محتالين، انتوا جاكم بسب الصحابه. وقال ما بتوب. طب هذه تحلها كيف انت؟ والعلماء ردوا عليه، ما نحن، الامام الفوزان رد عليه، ما نحن، شيخ عبيد الجابر رد عليه، ما نحن، شيخ عبد الرحمن محي الدين قال هذا شيطان. ها رايك شنو انت؟ نحن اللي قاعد نسمع كلام العلماء، ما هؤلاء. ديل عندهم الحزبيه اول، بعد ذاك الدليل، اول شيء الحزبيه. فينظروا للدليل، اذا وافق حزبيتهم، هو لا يوافق لكن بافهامهم المخلوطه، اذا راوا بافهامهم المغلوطه انها توافق حزبيتهم اخذوا بطرف الدليل. اذا راوا انه بخالف بيدعوا برا، تقول لي قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، اقول لك شيخنا فلان قال. وانت فرقك من الصوفيه ما كثير شديد، يعني في فرق لكن ما كثير شديد، لانه بقيت تواليه. وربنا لما يتكلم عن المشركين من اليهود والنصارى قال ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الليله الصوفيه في البلد دي بقى الصوفية تأخذ من كتب ابن تيمية، ويبتر كلام ابن تيمية، تأخذ من كتب العسيمين ويقطع كلام العسيمين، من ابن كثير ويغير كلامه. الصوفي بقى الآن يقول لك قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء كده الصفحة 300، قال فلان الجزء 4 الصفحة 200. خلينا نرد عليهم يا أخي، ما تعكر مزاجنا. يومتى مشينا الحصحيصة بلغوا فينا الجهات المسؤولة، ديل الحزبين ديل ذاته لغوا المحاضرة، مشينا أبو زبد عشان نرد على الرافض الخبيث عيسى المدني اللي بيسب السيدة عائشة، اللي بيقول بتحريف القرآن وغيره. الحزبين ديل مشوا بلغوا فينا، لغوا المحاضرة، مع إنه المحاضرة كانت على الشيعة والرافضة. ده الحاصل يا ناس، بيضطرونا اضطرار اضطرار انه نتكلم عنهم. انت اصلا لو فيك فايده وعندك فهم في راسك ده كان تقوم تتكلم عن الصوفيه. يا اخي نحن كعبين، مش قلت بنسب العلماء حقنك؟ خلاص قول بنسب الاولياء بتاعينك ذاته مثلا، يعني ما هو فضل الا تقول ده الاولياء. قول اكعب نحن ولا البرعي؟ كده سؤال. لا يمكن يكون خطبه العيد في قرى كثيره عنده عاده التوحيد معنا البرعي، اللي بيقول في كربك أنده بتغيث الدنده، اللي بيقول قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي، اللي بيقول دعني أصاحب سادتي وأماشي، ده كلام البرعي، دوما على رغم الحسود الواشي وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، يعني خاشع، ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاش. كفر، كفر أكبر مخرج من الدين
ده كلام البرعي. عليكم الله الأولى ده ولا الأولى نحن بالكلام؟ كده سؤال. نحن كعبين طب الأولى يا تو عشان أوريك إنه الناس زي ما عندهم دعوة صحيحة. دي ما دعوة صحيحة. وبدل ما تدافع عن شيوخك الليل والنهار دافع عن حق الله أربع دقائق بس. عندهم منابر، عندهم قنوات في التلفزيون دعايات، شيبسي بالفلفل الحار وشيبسي بالبطيخ وشيبسي بالشطة. شيبسي في عينك، شيبسي بتاع شنو يا أخي؟ اللي زارك ما أدينه قناة أم درمان كان قبل ما يطفش يمشي أمريكا بيقول غير الله بيخلق في التلفزيون، والله في التلفزيون. ودي عقيدة أسوأ من عقيدة إله بذاته، لأنه ربنا قال عن أبو لهب والمشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ده الصوب اللي زاري قال غير الله بيخلي أكعب من المشركين الأوائل. تفتح قناة أنصار السنة بغادي عاملين برنامج عمول حلو الريق، والله الذي لا إله غيره. تعرف مول حلو الريق؟ مولا حلو الريق نحن بنسمي له الريق. المهمة في رواية ملاح الورق، شفت كيف؟ عاملين برنامج عن ملاح الورق، فوائده وأنه لونه أخضر وما عارف شنو. ده البشر يعني؟ هذا شنو؟ أنا ده رفهم أدون القناة دي بتاعتهم دي ربع ساعة. شوف كان ما رئيس أمريكا ده يتلب جاينا ربع ساعة بس، ربع ساعة برأي دقيقة الأولى. نشوف بعداك الكباشي والخنجر والمكاشفي ونختمها بزيت قطب ونجوط الشغلة دي مرة واحدة. ده الدين، ده الدين. في نبي كان بيشرح مول حلو الريق؟ في رسول جاب مول حلو الريق؟ طيب دي ما دعوة الرسل؟ دعوة هؤلاء، دعوة هؤلاء. والله الآن الموجودة دي ما دعوة الرسل. زمان كان في دعاة نحسبوا مخلصين وشيوخ ماتوا كانوا شغالين توحيد، صحيح صحيح نحسبهم والله حسيبهم. لكن أنا بتكلم عن ديل دكتور مين والمدينة، ودكتور مين جاي من المدينة، ودكتور مين يجي يلقى جامع نص مشركين. قول له محاضرة عن آداب طالب العلم. آداب طالب العلم وين؟ وده المسلمين كده أول حاجة، كده أول حاجة يعني ندخلهم الإسلام. دخلوا تب بعد ذاك نعلمهم تفاصيل التوحيد، تعلموا تب بعد ذاك ترنجوا آداب طالب العلم. فليكن يا معاذ أولا ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال الوهابية المهم بيقولوا أن الله في السماء سبحانه وتعالى، فقال إذا انشق السماء يعني قال الله سبحانه وتعالى ما أدري العبارة دي. قال لزيرك في إذاعة المساء الساعة 8 صباحا حضرته بنفسي وسجلته في الموبايل مباشرة منه، قال الله ما بالسماء بديك. ولو الله بالسماء قال ربنا قال في القرآن إذا السماء انشقت، قال السماء لما تنشق الله بتلب، يعني الله بتلب كرر مرتين أو ثلاثة. نعم محمد سيد حاج. نعم هذا كفر محمد سيد حاج، هذا كذب كفر. أنا ما كفر مسلم أصلا، وإنما الأمر بيناه والناس سمعوه، لكن الحزبين أي نعم أي وصل، لو ما وصلك ما كان سألت. طيب لكن الحزبين وما قصدي أنت يا عمنا، أي الحزبين أولئك بيشيل لهم حاجة يكذبوا فيها. أول شيء يعملوها توم وشمار وملح وشوية ملح والريك خلاص ويلخبطوها وينشروها في الآفاق، عرفتها؟ في الآفاق. بل كذب. وإلا هم ذاتهم عادوا محمد سيد حاج رحمه الله لحد ما خش قبره المركز العام والإصلاح، رغم الأخطاء اللي بيناها في حق الرجل رحمه الله تعالى أنه ده دين. لكن ده موضوع انتهى. لكن ديل المجار مديل ديل هم معادين لحد ما خش قبره، لحد ما خش قبره حزبية بس. لكن لما ماتوا والناس اتجمعت واخبار 9 والبشير و ديل قالوا ده زول هذا المركز، وديك ناس الإصلاح قالوا زول، وجو السرورية ناس عبد الحي وعلى الدين الزاكي دخل جوا القبر سألوا له التثبيت وهو بقى يبكي. كل زول قال ده زولي. ليه؟ لأنه الناس الوراو كانوا كتار الوقت ده. ده الموضوع، دي خلاصة الموضوع. ولنا الحق بنقوله، ما قعد نخاف من هؤلاء أو من أولئك، نقول الحق ولو على أنفسنا. ولو أخطأنا في اليوتيوب تلقى
اجي ابو بكر وانا اخطات بفلان اتوب الى الله، فلان انا اخطات مزمل، انا اخطات في كذا اتوب الى الله، في ولا ما في؟ لانه ده دين، في موجود ده دين. فزول رد على نفسه بقى لك ما يرد على زول اخطا ثاني غيره، يرد عليه لانه ده دين. الامام مالك قال وما منا احد الا راد ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ لكن ده لسان تربوا على هذه الحزبية، والآن تنصلوا عن الدعوة إلى التوحيد بالصورة الصحيحة التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وآخر شيء، آخر شيء توجوا به الباطل حقهم. عرفت كلامي؟ ده آخر شيء توجوا الباطل. جابوا محمد الأمين إسماعيل بالتلفزيون، لا بالشال شنو؟ أخضر ولا ما شفتوه؟ الحمد لله شفتوه. ده بجوز هذا كيف يا جماعة؟ ده نائب الرئيس العام بتاع جماعة ولا ما هو كده؟ لا بالشال أخضر يا ناس في كل حلقة. الشال أخضر، شال ذاته بتاع ناس البرع ده لابسه، قدوا منه نسخة لابسه في كم قناة، في كم برنامج، والطامة الكبرى جاياك. ألو الشيخ محمد الأمين في التلفزيون، عندنا فتوى، تفضل معنا المتصل فلان من كذا، بسألك من الصوفية على حق ولا باطل؟ الجواب قال يا جماعة البرنامج ما خصص لمثل هذه الأسئلة. ده أول حاجة. وانت جاي ليه يا أخي؟ الله يهديك يا أخي، انت فاتح بوزك ليه؟ ده البرنامج ذاته مفروض لو قال لك اتكلم عن الصلصة تقول الصلصة من الطيبات، ولكن هناك شيء خبيث وأخبث الخبائث هو الكفر والشرك أجابه الصوفية، وكما غال البرعي وكما غال المرغني. إن شاء الله ما يجيبوك في التلفزيون ليوم القيامة. هل الله تعبدنا بالتلفزيون؟ يعني هل الله يسألك يوم القيامة إنه لو ما جابوك في التلفزيون يعذبك؟ ليه النازل ما كان كثير في التلفزيون وتركوا الدعوة من أجل التلفزيون؟ قال البرنامج لسه جايك لم يعد لمثل هذا. وقال هسه لو قلنا صوفية كويسين في ناس بيزعلوا، ولو قلنا كعبين في ناس بيزعلوا. وبالله التوفيق نائب الرئيس العام ده ما زول تحت، ده ما زول تحت عشان تقول لي ده خطأ خاص بيه، ده نائب الرئيس العام. عشان كده العلامة الشيخ الربيع كلمة واحدة بس تكفيك لمن أراد الحق، قال أنصار السنة سقطت ورب السماء. ناس باروا السياسة وباروا الدنيا وانتوا شايفينهم وعارفينهم، انتوا في حاجات عارفيننا احنا ذاته ما عارفيننا ولا ما هو ده الحاصل. فضل يا شيخ ابو بكر. ها